يعني تدخلك بشأن ابعاد احد الجماهير اللي يعني انت سمعت يمكن وشفت الرئيس الرابطه شنو قال، يقول انا ما غلطت وما اخطات. فما ادري يعني شنو وجهه نظرك وتعليقك على الحادثه. اول شيء صبحكم الله بالخير ونصبح على الكفاكين. صبحك الله بالنور. يطول بعمرك. بالنسبه حق الحدث اللي صار نعم البارحه نعم طبعا جمهور القادسيه شال شيلات، هذه كلها مسجله، احنا ما نتكلم على الشيلات. نعم احنا نتكلم اذا كان رئيس الرابطه ياخذ الميكروفون ويتكلم بشكل شخصي، وخليه يتكلم بشكل شخصي على الاتحاد، يبي ينتقد خليه ينتقد على كيفه، بس اذا بيتجه حق الحكم وبيصير غلط على الحكم، يعني انا ما ابي اقولها يعني يشتم الحكم، فهذا امر خاطئ، مو شيله جمهور. زين اخوي ابو حمود، انا اقول لك شنو اللي قاله هيثم، انا ما ادري اذا سمعته ولا قال. لا انا قلت يا صبيح ابو خاف الله، يا شيخ احمد يوسف خاف الله. لا 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 غير صحيح. شتم من وتسجلت طبعا. على فكره انا قاعد اقول لك الحدث، يعني شتم وقال كذا شغله بعد وياها. نعم الامر على فكره الامر ترى يعني ما تنقال على الهواء الكلمات اللي قالها. لا ما تنقال. نعم. على الهواء. طيب ترى على فكره مو انا اللي قلت يطلع برا. اي مو تقول انا اللي عفوا من اختصاصاتي انا انا عندي الامر الاداري اللي برا يعني الامر من الحكم الرادع، قال لي العميري انا الشخص هذا يطلع برا. خلص انا بدام قال لي الحكم الرابع ان هذا الشخص يطلع برا لانه شتم. منو كان حكم الرابع ابو حمود؟ سعد الفضل. نعم لا 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 منو كان حكم الرابع؟ عباس الشمري اه اوكي الحكم الرابع. يوم شتم يعني حكم الرابع قال لي العميري انا ابيك طلع برا على طول على اتجاه. يعني مو هو اللي طلع الحكم الرابع، رجال الامن. وقلت لهم هذا الشخص يطلع برا بناء على طلبات الحكم. انا مو بكيفي رحت وقلت يعني مو بكيفي اروح اقول حق رجال الامن او الامن العام اقول لهم طلعوا اي واحد انا ابي. هو للتوضيح لا يعني يحق لك ولا لا يحق لك؟ لا ما يحق لي. احد من الجمهور لا ما يحق لي اروح لا لا كمراقب اداري اطلع لواجب انا من الملعب. لا ما يحق. نعم لا الحكم انا خذيت التعليمات الحكم يحق الحكم الرابع الحكم يحق الحكم. نعم نعم الحكم يحق له على اساس توضحها حق العالم. من الحكم الرابع بلغني ان الشخص والحكم الرابع يحق له انه يطلع احد من الجمهور. اي طبعا الحكم الرابع الرابع ابو حمود لان الحكم الساحه معطيه الصلاحيات كلها. زين ابو محمد امر انت سمعته يشتم؟ اي سمعته. زين لا سامعه يشتم، انا سامعه بذوني. انزين يعني سؤال يعني اللي راح يتسجل فيه ترى مو تقرير الحكم، تقرير المراقب. زين ليش ما طردتوه؟ صارت بين الجيمين يونا الام ان في تدخلات فعلى اساس ما نحرج رجال الام، فقالوا ما راح نكررها. اتفقنا واتفقنا احنا انا وعلي محمود وعباس الشمري اكتفينا انه ينشال المايك منه. ينشال المايك خلينا يكمل. مع اني انا اعتقد محمد يعني اعتقد انا موجود مباراة ان المايك كان موجود في الشوط الثاني. المايك اي لا هو ما يمسكه لان اول اللي شتم. شلون؟ هو ما يتكلم. زين محمد بس محمد احنا شفنا في تتذكر يعني اول شيء اصبح عليك بالخير. احيانا كنا نشوف في جماهير على ايامنا تقول مثلا شيلات وغراوي يعني كانوا سامي مثلا شيلوا الحكم حطه وكذا وشيلوا هذا. هني هالحالة شو بتسوي الحكم يجي يطلع الجمهور كله؟ لا هذه شيلة نسجل شيل الحكم حط حمار هذه الجمهور صاحب شيلة بالالفاظ هذه ونذكرها بالتقرير، بس اذا كان شخص واحد هو اللي قاعد يقولها بروحه لا يتجه للحكم. طيب يعني طيب. مو الجمعة ابو حمود رفعت تقرير في الموضوع ان شاء الله لحد نسلمه. اوكي اخر 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 سؤال ابو حمود بس لحظه تقرير على الجمهور ولا على اللاعب ابو حمود؟ لا على المشجع.
شلون على على اسف على المشجع ولا على الجمهور؟ على على كل الاحداث اللي صارت. لا بس من ساعه ما استلمت الملعب قبل لا بس ساعتين. التغرير هذا المشكله اللي هل رفعت على الجمهور قال كلام غلط ولا بس على المشجع بس؟ لا لا حتى الجمهور شال شيلات اخطا فيها حد على على الاتحاد فراح نسجلها كلها يعني. طيب اخيرا محمود كان في يعني ملاحظه امس هم ناقشناها ان ليش الاخوان في الاتحاد حطوا جاسم العميري كمراقب اداري لمباراه القادسيه وهو كان ايضا متواجد في المباراه اللي حصلت فيها احداث مباراه القادسيه والنصر. الجدول ترى محطوط من اول من اول الموسم. الجدول محطوط من اول الموسم. ما 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 فضلت انك تعتذر محمود يعني انه والله صارت سالفه. لا انا ما انا ما حبيت اني اعتذر لان انا مو انا مو مسوي خطا. لا مو دور دور نعم. الاتحاد صراحه. انا مو مسوي خطا عشان انا اعتذر. دور ما يصير بعد زين الملابس لو انا مسوي خطا اعتذر بس انا وعلى فكره يعني انا ما بيني وبين ربع القادسيه شيء بالعكس ربعي واقوم واقعد وياهم واسافر وياهم وياهم ما بيني وبينهم شيء ويدرون وعندهم على عندهم قناعه ان انا انا على صح يعني ما قاعد اتبلى ولا لا انا مو كذي يعني هم عارفيني عدل يعني زين ابو محمد الملابس ملابس الفريقين ضيعتونا امس الله يسامحكم اي نعم هذا اختصاص الحكم لا اذا هذا دورهم صح فعلا الملابس لا لا اختصاص الحكم يعني وهم المراقب يعني وياه بس على إيه لا غير ملابس والله بس ما ضيعت علينا حلاوه اصلا المباراه هذه المباراه بالدوري الانجليزي ما يلعبون الحكم ما يأجل المباراه اوكي اوكي ابو علي اوكي هو السبب يقول لك المراقب دقيقه اوضح لك ابو علي من السنين احنا ما وراك الا المشاكل من السنين احنا نشوف القادسيه والكاظم يلعبون بالبرتغال والاصفر شو اللي استجد الحين؟ لا اللي استجد الالوان 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 لا الالوان الفنايل هو صح برتغالي واصل يلعبون بس الالوان تكون مختلفه تكون في واقع وفاتح حتى الشورت لونهم اسود كله خليني اوضح لك احنا اهم شيء عندنا الاطلاق ان يكونون مختلف الفريقين مختلفين بالإطلاق. بس هذا اهم شيء بس اطلاق خلاص بكره خلهم لابسين ازرق كلهم اهم شيء اطلاق ما يصير يا ابو حمود الله يرحمه لا 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 الالوان امس والله ما نشوفهم ولا نعرفهم والله ترى اللي قول قول لا لا كلام على كلام مدافع لا ابو محمد كلام جاسم كلام جاسم عدل انه هو يعني قانونيا ان الاطلاق هو اهم شيء اللي نحط لا 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 احنا بس شنو جاسم يعني قلنا يعني شيء مو الا قانوني بديهي شيء كذي يعني شيء انت الحكم لازم باكر ان شاء الله عندنا اجتماع من الملاحظات راح نتكلم بعدين ابو حمود انت الحين مو كل الفرق في في ملعبه وبرا ملعبه يا اخي خلاص خلوه اجباري برا ملعبه يلبس الطقم الثاني الحين مو كل فريق عنده طقمين او يكون معه المفروض يعني لا ابو جاسم انت اقترح عليهم الاقتراحات هذه محمد. والله طيب ان شاء الله حاضر يا ابو بس زين ما ابي اطول والله يا جماعه نص دقيقه تفضل تفضل ابو محمد شلونك الله يطول بعمرك هل صحيح انك انت قلت الرجال الامن روحوا جيبوا لي هيثم لا لا غير صحيح غير صحيح احنا فقط قلنا حق رجال الامن الحك الرابع بلغني انه ما يبون الشخص هذا بالملعب لان شتم الحكم هذا طلعوا لنا اياه برا الملعب طيب ابو حمود هذا اللي صار لا حد يزيد ونقص اوكي اخوي الكبير جاسم العميري احنا امانه يعني اول شيء نشكرك على على شجاعتك ومواجهتك لما يطرح في الاعلام ونشكر الاخوان في الاتحاد الكويتي اللي يسمحوا لك ان ايضا تكون متواجد معنا على الهواء عشان احنا هم يعني احنا نبي نثبت حس النيه ودائما نبي ناكد بان هذا البرنامج يعطي المجال ويعطي الفرصه لكل الاراء ان تبدي رايها بدون ما نحجر على على احد فاحنا شاكرين لك يا اخوي جاسم ماشي صح وماني خايف من شيء فليش اواجه وكل اللي عندي نعم 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 سعود ممكن بس سؤال دقيقه اقل من تفضل ابو محمد امل في شخص كان في المنصه اي نعم ما شاء الله عليه ما في كلمه ما قالها وسب وكل شيء عندي ما حد اذكر اسمه عندي ما بي اذكر انت تعرفه وانا اعرفه ولا راح اتكلم عنه الله يسامحه وسجل زين سؤال ليش ما الحكم الرابع وهو كان قريب عندك استدعى رجال الامن وقال طلعوا برا ليش انتم كلها على الجمهور؟ لا هذا 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 تكلم عني انا. اي مباراه غزل نفس المباراه نفس المباراه لا لا ابو حمود ابو حمود تبي الصج؟
لا اذا كلام فايز انا ترى اول مره اعرف المعلومه. لا لا ما يصير عباس الشمري يتعامل بمكيالين ما دام هذا سب وشتم. يقول لك طلع برا هذا بالمقصوره وهذا بالمدرج جمهور. انا اتكلم عني انا عبد العزيز. نعم وش اتكلم عني انا؟ حتى لو كنت انت قاعد يسب هو. انت لا 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 هو قاعد يسب. يسب لا ما يصير ابو حمود. هو قاعد يسب تخليه قاعد وهو قاعد يسب هذاك بالمدرج يسب. لا 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 ما تخليش. انا ما قلت حق جاسم. انا قاعد اقول العتب على عباس ما قاعد يعتب على جاسم. ما اسمع. لا لا ما شتمني ما شتمني يا جماعه. لا 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 جاسم انا كلامي واضح. انا قاعد اقول عتبي على عباس الشمري اللي استاء من 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 سب اخونا هيثم وما استاء من الشخص اللي على المنصه قاعد يسب. شلون يمكن ما سمعه؟ يمكن ما سمعه. ممكن ما سمعه لان هذا حط لان صوت الجمهور. ممكن اوكي اي هذا بميكروفون. هذا بميكروفون. هذا بعدين جاسم هيثم فوق. لا بعدين جاسم هيثم بميكروفون عدل. اي صح اي بميكروفون. اي عدل صح داشين عرس. اقول جاسم داش ديوانة العميري. داش ديوانة العميري جاسم لحظة ما تعدي هذا. والله ما تعدي جاسم. زين اذا هذا ممنوع المايك ولا مو ممنوع؟ المايكات ممنوعة ولا مو ممنوعة؟ لا لا المايكات لا مش ممنوعة. المحمولة مش ممنوعة. زين حلو مراقب بعد. هذا عرس وخلاص نروح بكره عرس مو مباراه. يشربك جاسم يشربك وياهم يا معصب. طيب تعرشت ديوانيك عميري. ها زين مشكور يا اخوي جاسم العميري شاكرين لك مره اخرى. احنا نشكر الاخوان في الاتحاد على 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 موافقتهم ايضا انه يكون موجود معنا الاخ جاسم العميري.